السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله في فيديو اليوم هنقول مع بعض شوية أفكار لتنظيم وترتيب المطبخ وإزاي كده يفضل معاك نظيف على طول. تابع معايا الفيديو للآخر وإن شاء الله تخرجي مستفادة. أول فكرة معايا هستخدم فيها الحصيرة بتاعة الحاجات السخنة بالشكل ده أو بتاعة الجبن، متوفرة في محلات كتير للأدوات المنزلية والرفاهية. شلت منها الجزء ده علشان ده المقاس المطلوب معايا، هو اتشال من عرض القطعة نفسها مش من الطول. وكمان هحتاج للفكرة غطيين من أغطية علب السمنة البلاستيك، لو عندك أغطية صاج مفيش مشكلة برضو الفكرة هتنفع، بس ده كان المتوفر عندي. هاجي عند النص بالظبط كده وهبتدي ألزق الحصيرة في الجنب بالشكل ده. وطبعا الجزء اللي انا شلته منها كان لازم يتشال لان الاستدارة بتاعت غطاء السمنة صغير زي ما انتوا شايفين كده، مش غطاء كبير ولا حاجة، بس هو لو في غطاء اكبر من كده يبقى انت هتسيبيها كلها على طولها ومش هتشيلي منها حاجة. طبعا الشمعة اللي تستخدميه تستخدمي نوع كويس عشان يلزق معاكي بمنتهى السهولة وما يتفكش ابدا. وده كان التثبيت الاول. هاجي على الناحية التانية ويكون التثبيت اسهل شوية، وهحط شمع بالشكل ده كده وبعد كده الزق الغطا. مبدئيا لو بتشوف القناة لاول مرة اتمنى تشتركي فيها وتفعلي زر الجرس علشان تستفادي من كل الفيديوهات اللي انا بقدمها اول باول، ويوصلك دايما اشعار بفيديوهاتي على طول. هنا بقى هحط لها ارجل علشان تبقى مستقيمه معايا وما تروحش وتيجي كده، يعني تبقى ثابته. والارجل ده عملتها بالخشب، ده كان خشب عندي من اللي هو بيتحط في الملابس، بس طبعا ريحته راحت خالص، واستخدمته في الديكور بالشكل ده كده. حطيت أربعة ووقفت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بثبت الأجزاء اللي لسه مثبتتش كويس، وده شكلها النهائي معايا. تقدر تستخدميها للفاكهة بالشكل ده، وطبعا احنا في الصيف محتاجين حاجة تكون طبيعية ودي معمولة من الخشب، فان شاء الله هتحافظ معاكي على الفواكه اللي عندك وهتحطيها على رخامة بالشكل ده. اتمنى طبعا تكون الفكرة عجباكم، وقولولي برضو في التعليقات اي فكرة من افكار عجبتكم. اخدت كمية بسم الله ما شاء الله اللهم بارك معايا كبيرة بالشكل ده، وعايزة كمان فاكهة. ده منظم صغير كده للفاكهة، هو مش صغير هو كبير، بس بفكرة بسيطة وسهلة. الفكرة اللي بعد كده هستخدم فيها القطع اللي انا طلعتها من طبق الفاكهة الاولاني ده، طبعا مش ههدرها ومش هرميها. جبت برطمان بالشكل ده كده، وطبعا لما جيت الفها عليه طبعا ما نفعش تتلف لانها زي ما قلت لكم مقطوعه بعرض القطعه اللي كانت معايا مش بالطول. هبتدي اخد مقاس البرطمان بالشكل ده كده وهقصها بالشكل ده. هقصها لثلاث اجزاء. ثلاث أجزاء متساوية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هثبتها بمسدس الشمع. تقدري لو انت عايزة تستخدمي الفكرة دي وتعمليها لمجموعة برطمانات عندك ان هي تكون زي واحدة مع بعضها كده او زي طقم، ممكن تجيبي بتاع ده اللي هي الحصيرة. الحصيرة دي على فكرة سعرها حلو جدا، كانت ب7.5 وبعد كده بقت ب10 وبعد كده بقت ب12.5، فهي في متناول ايدك ان انت تشتريها وتعملي طقم من البرطمانات بالشكل ده. بس انا عشان محبتش ان انا هدر القطعة دي ومرميهاش استخدمتها بالشكل ده كده.
هلزق اخر جزء وهيفيض عندي جزء من الازاز كده ما اتدراش. قلت مش مشكلة خالص، فيما بعد ممكن اشتري واحدة تانية واعمل منها افكار واخد القطعة دي في اي وقت، ما فيش مشكلة. طبعا اتحطوا جنب بعض، ما بنتش خالص ان هي فيها فواصل. بشيل كل الزيادات اللي بمسدس الشمع، وعايزة ازين البرطمان بحاجة بسيطة. هاخد وردة وفرع صغير جدا من الفازة دي، وردة واحدة وقطعة من الزرع صغيرة، وهثبتهم على البرطمان. وده شكل البرطمان معايا. ممكن كمان استخدمه كمنظم للمعالق بتاعة الاكل. وبكده لو انت مش من هواة ان انت تفتح الادراج كل شوية وتحط فيها مثلا المعالق او الحاجات اللي زي كده، تقدري تستخدميه بالشكل ده كده على الرخامة. الفكرة اللي بعد كده، ودي فكرة برضو انا ما بستغناش عنها، ان انا بحط طقم التوزيع معايا. انا في الغالب بستخدم الاستلس والخشب، فالاستلس ده بحطه زي ما انتوا شايفين كده على الرخامة. ولو انت ما عندكيش المنظم ده، تقدر ان انت تستخدميه بمنظم اقتصادي وبسيط، تستبدليه بمنظم اقتصادي وبسيط زي ما انت شايفة كده، وتحط فيه الحاجة بتاعتك. ده عبارة عن بوت زرع كنت شارياه بحوالي 7.5 جنيه او 10 جنيه، مش اكتر من كده. وبرضه هيحللك ان انت مشكلة ان انت تحط الحاجات دي في الادراج وكل شوية تفتح الدرج. المنظم اللي بعد كده، وده بيحافظ لي جدا على نظافة المطبخ وخصوصا الرخامة، لو انا بستخدمه طول اليوم بحط فيه اعزكم الله الزبالة او بواقي الاكل، بقشر بصل مثلا، بقشر ثوم، بواقي الطماطم مثلا اللي بتطلع، الحاجات اللي زي كده، بعمل سلطة. فكل الحاجات اللي بتهدر معايا او الفضلات بحطها في الباسكت ده وبلبس فيه كيس بالشكل ده. وطبعا المكان ده بالذات انا بستخدمه على طول، وبقف اعمل بقية الاكل فيه، فبعلقاه على ضلفة المطبخ بالشكل ده كده. تعليقه بسيط وسهل واقتصادي جدا، وان شاء الله هنزلك بفكرة تكون بديلة ليه بإذن الله في الفيديوهات اللي جاية. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.